نقحت مشارينا محاث وبارخ مور كمران رابو بريخ رمشو تودي لي أساس دهو كوبات لانيو احنا خد علي معلمو سو دمشيني لالو خشوولي وهات دوبات فنويا ايبا إيشا تاسي داتلو سيوت كميسم أوسيك و اس واي جي جي هو لقينا درقو هات مع حسات اني و اس واي جي جي ما تيلوني شيء ده نقدر نشوف لو يبقى سريع ولا يبقى سريع لو كده وخارو فين لو كده وخارو نعتبر ولش شو لو بعربية ثانية عربية ثانية بشوي شو لو سريع وا بخرام شو كول أيخو أنا أحسولي دخل عن خود بقول أيخو سألك ما هو سريع خليته كنوطرنو باش انا نميدو وانا صباح عايزين داميخي طبعا مش ما تسمعني هلا او خطا كل شمعوت وهذا تامو ايه لو فلقو فلقو ميلي الاوخا اوخا يعني فلقو فلقو عندك شمعوتو طيب بخرم شو سيخيونو اكيد وين عميقو بوكنشيانو دشوولي وانسك نوطر نوقا كنشيوت شو معنى شوولي دوث منخو هاتو على حياتو ما دون كتبو ليخو كبعوتو مش غلطن لك لازم هو شوولو ممكن توستي ممرو كومنت تعليق تكمي رنيو فكرة ايديا ما دبعوتو تعرين لي شوولو جيم معنى شوولي هذا خيو حد شوولي ديا أكيد واحد هو راديو على الميدة أنا تلك فوش دكتو حد سوي ميدة طوف وأنا دمتي ليكو معطينا كمانو يشلو معطينا ولق معطينا أنا زق يو جيرني رحلة كم الخينا إيبا تبعينا شاتو تفري شاتو سيمينا ميدة طوف موطينا الدرغو طو اكيد لو ديو فلا لوه اتشاتو كي تنوش زد كي توستي ابونا جاك شاتو قامتو تكو مويت فول كنترول وسملي ميدي طو واحنا نفسي حين ابو ميدان وهو استوت كتني عمي تيم كولي يعني بس أتمنى شامعنو على ميدان وعلى موت الخمس يعني غلبة صيفيينة و سيدنا ما لك علاقة أنت حمصي بس ما لك علاقة بالموضوع كنت مانين هو هنا مورو لا تحرسوا كل تحرس الميسومك لازم أنا أشوف كل هون إيبا كل ميدان لو يفليغو ثوب أو قا نوشيكو كسيمي موديونو اعتراف في عيتو نوشيكو دربكي وزمور ورقبة يعني وفهم ايدي لتيو لتيو مناسب وميدان فالحمص هاي تاني مرة عم بنبهكم مرة الجاي رح نكون كتير جدين ما رح نعطيكم فيزا ما رح تروحوا لأمريكا أجد لازم تتقيدوا بالبرنامج وبدنا يكون تنبسطوا بس كل شيء بوقته وقت الاعترافات وقت الصلاة لازم تكونوا انتوا عم تتابعوا كمان انا حكيت على الحمص بس اكيد في غيره كمان كانوا عم يعملوا غير الشغلات كمان فما بس هالحمص يعني حتى ما يزعلوا بس بتمنى يكون في التزام من الكل لما يكون في عندنا برنامج معين الكل يلتزموا في صلاة الكل يحضروا في بايبل ستادي الكل يحضروا في توك في محاضرة الكل يكونوا موجودين واكيد سنة عن سنة عم نتعلم أشياء جديدة سنة بعد سنة عم نكتسب خبرة جديدة وكويس الشيء هذا وهذا كله بيصب في صالح تحسين اللقاء هذا واستفادة منه أكبر شيء ممكن بالنهاية القياس بالنسبة لي هو شو استفادوا الشباب من يثرونه مدي أعلى من ميدان هذا هكا علي ما يقدمي لي مدن يثرونه غلبة إذا ما أنا معناتها مدي طوبة هكا يقدمي بينا وزد خايف وزد سمينا ما بس اكيد احنا علو دربونا علو دربكم الخينا
مر لي هاتي نوي وهنحزق يو يو جيرنيو رحلة يو لك تيمو بس كل محطة حثك لازم حزينة ميدوني حافي موطروني زي بتعلي اوكي طودي شوالو علو سريو يو باتريوكو يوث ديبارتمنت هنا كنت مشتيلو نوت وعلي علي موت الخولة وهتمس مطرق منيه يوث ديبارتمنت سيمولن لجن هيو مورو اللي علي من طيبا سيمولن لجن ميدو طعنو ميني محسايو وسيمو شغلو كلوز شغلو دي يوث ديبارتمنت هو اسيروثو عم علي مو فايدا كل مره عيثو كل دكتور كتاب عيتو سريت كل دكتور كتاب يقاطو سريت لازم يوث ديبارتمنت هو لا هجمينا وهو لا اسيرو طعمه اكيد لازم نوشي زويا يوث ديبارتمنت لانه لك زايو المرعيثو لجميدو يعلي مو كمي مرعيثايو لك زالي مرعيثايو لجن ما قويو يعلي مو كمي نطرينا من يوث ديبارتمنت هو لان سيمي دادا فيس سكان مسح اللي عليه موت كتلم بريتو كولا بينا كل كتلم مقتل مكو سيمي ايضا بقدرين مشمشين يعني يود ديبارتمنت سيمولا اجن بيتش مشتو دي عليه موت ايضا بريتو كولا لو لجن عليه موت ويو بيتش مشتو دي ديبارتمنت يود ديبارتمنت is to serve our youth, our young people throughout the world, not the other way. We don't want you to serve the youth department. They are here to serve you, but they will need you with them, of course. No far. With Max Logrish Poinaka, Dale Maiden Kule, Mariotom Shahalpe, Oben Ido, Asayo Fetri Darbo, Akuni Madri, Nakayo Pudro Seymo Medi, Biharito Ahnoni Shaven, Medi Kayo, Kale Mutaven Hio Master Tobim Shito, Biwasta Di Ito. Mshito, Mikhilal Di Ito. كيف غالب بيد من فوق مشي حب كل دكتور يوب زلني عم هاني وعم هاني شو لو يوب بس احنا بنبعيد تسويت ونحتمي وكوتو لازم بواسطة ديو التوتا فيس ويوتو مطينا كل شيء كنت دربو غالب يا ريفو قمويه لازم عبرينا ناكل هنا ودو ابونا هاويلي شاتو اكزاكت ني جولاي تموز شاتو فايت هاويلي شاتو كل عدو قادر سوي مدوني غلبة بس ليش كيف مدوني غلبة بس ليه هو مني لازم كلنا هوي نعمة لازم كلكم صالو كله إيري ولو تيم ديبه ولو جروب ديبه جان قدرنا هوي نحاضر اللي وعليهم علي موسى من أسرع وكم شاحل تكيبن معذري أبسولوت أبسولوت أكيد وكلوز لو بس كبعينا علينا علي موسى من أسرع وكم شاحل في من مرعيوت شاحل في هو مصري ويوث ديبارتمنت وهو خدم مثلوني ويوث ديبارتمنت بدي توفانك خدم لي نقحت وضمنه ويوث ديبارتمنت لجان بيتش مش هدي عليه كل شافيرو كمان عن كل شوالة بلي هاد مشكلة تلكورة تنشي تبعونه بنطرون أعلي معلم وثم شايلي شوالة فوت يا لي حاضيري حزيونو جيسيكا يا لديش Test? Okay. I wrote the question down because I'm nervous. So my question is, I grew up as a person that believes that my nationality or my people are Sorioi. And my church is the Syriac Orthodox Church, and my language is Syriac. And during my Iraq visit, I became friends with people who called themselves Surai, which is from the Eastern Syriac dialect, and equal Surioi in my understanding. So I came to the conclusion that we are one nation. They're my brothers and sisters. They're members of the Syriac Catholic Church, the Syrian Church of the East, Chaldean Catholic, and so on.
So I thought we are one nation with different churches. And during the SYGG, I had a few discussions with people, and I realized that people believe that Suryoyo is only Syriac Orthodox, that is, Suryoyo needs to be Syriac Orthodox. So does that mean a member of a different church or religion is less Suryoyo when it comes to their nationality? Now, I'll try to rephrase your question because it's somehow a bit ambiguous. You are asking whether members of other churches cannot be Suryoyo. Are we talking about the Armenians, for example? Okay, so clarify, please. Zuzu. Saudi. Our people also, members of our church, Syriac Orthodox Church in Iraq, also are Suryoyo. And we, in our dialect, in Turoyo, we say Suryoyo. Correct? Suryoyo, Surait, Suryoyo. So Suryoyo and Suryoyo is, for me, is one name for the same people. Now, we are divided into denominations and churches for different reasons. But for me, this people is one people. They may not accept that. Those who are from the Chaldean church will say we are Chaldaya. They do not accept to be called Suryoyo. That's, you know, that's their opinion. But for me, they are Suryoyo Medentoyo. The Assyrian Church of the East, for me, they are Suryoyo Medentoyo. Again, they may not accept that. But for me, it's the same people reading history. See of the early church, we know that our church was one church, and then divisions came in, starting with the end of the third century with the Nestorian controversy and heresy, and those who separated from the main body of the church, adopted Nestorianism, were called, were descendants of the church, the Sa'ita Sa'ita Atiq Qad Madinfo, means they are also members of the Syriac Church of the East, which was part of the overall Syriac Church. Syriac Church is East and West. So yes, they are members of the same people. They religiously or ecclesiastically, they are classified under different church. But for me, they are the same people. And for me, there's only one language, the Syriac language, Eastern dialect and Western dialect. For me, it's the same language. Again, they may not accept that. They may call themselves different things, but each one has you know, his or her opinion. For me, they are members of our people, yes. Was the question and the answer translated to both Arabic and Suryoyo? Suryoyo, no. You understood? Any, sure, put. أنا راح أحكي باختصار راح أجاوب كمان سؤال إنه هل المسيحيين العراق اللي يسموا حالهم سورايا سواء كلدان أو آثوريين رئيس المشرق يعني الآشورية أو جماعة سريان أردوس كما يسموا حالهم سورايا أو بارطولي وقرقوش وغيرها هل هدول سريان كاثوليك كمان هل هدول هن جزء من شعبنا لأن بالنسبة لي كل هالشعب هو شعب واحد بالنسبة لي كله هو شعب سرياني كله بيحكي نفس اللغة اللغة السريانية فإذا قالوا عن السورا عن حالهم سورايا أو حكوا سورة أو حكوا كلدايا أو كلدانايا يسموه كمان أو حكوا آثورايا أنا بالنسبة لي هو السرياني لغة واحدة هي اللغة السرياني وشعب واحد هو الشعب السرياني قسم شرقي وغربي هذا كان السؤال والجواب زيان أكيد شو ولا حليا تفضل فادي بارخمور عمران رابو بارخمور لنا بوصف كلهم عليهم
شوالو إيه. اسمي فادي قلت اسم ألمانيا كتنو. إنه قلت لي بيقامتك مودين ألفون علومة ده تسمخوا على ترميثات غلب الشرق وطو غلب موصوليس ومدلي هنيون وغلب منا تو دي ساق علومة ده أنه عودت مش غلنو افتيحو مي كريوسو مي كريوسو دليبي أسو شو عودك شمعيتو لي؟ ما تسمعوا؟ تست تست عندك مشغلنا هيدي تو دي ساقي نقلعت عندك كبعنو مشغلنو ميكاريوسو ميكريوسو دليبي على اللي فهميتو اللي غلطو انو بفاهمنا غضي يلا نقلح رتو عدو كايسة كمانو مش غالنو موكي ودليبي عالد قابتينو لاركة ومش غالي استعمقمو علينا وكوهنة وآخر انو شولي هاركة قابتينو قدمر لي انو علي هاي منوثو كول اينا احنونا احغوثونا مش مدم شيحو حدو يقارثو كتلان بيارعاثو كلو حدو وليثو دم باشرينا ودوينا مثل طوبة لو عامو لاروال الوعد كبعنا مش غلنا أمثنوي كبعنا مش غلنا مد أمثنويو إنه أديما قلشوا نسريويو دهويو وكلتو إنه قدبنا واحد نيدا كرحمنا قلشوا نسريويو غلبة غلبة أثينا لركة اسمه بايشنا مدمرو خيو أثينا مينو فرويوتو لينو فرويوتو خيو بالمانيا إنه كحشون روحي نفرويو وحشولي قد ما قدتين ولركة كوينو بيتويو إلو لتوحتو كحزينو هركة كبعنو محينو بنوشو اسمو بس كبعنو ماكونو كحزينو هركة إشتي يا شوعي بمو دحا دير ضمطي بتكتنا هركة اتكتنا مو بيتو دستريو يا آثوية وعراق سوريا لبنان وآخر تقول لي شنو ديامو لك مش غليلة فايش انو كدانو انا قد سطن بابي استميقا مش مؤثي وكدانو ميقن ثلاثي عبيشني ولي شنو نيدان اسريويو دوشو على السفوثية تدبل بالمشغلي بولي انو استظر لي قامش ميقن تشعشني وطامو فرق لي كيتو بسيروسو كيتو غلب محلوسو بلي شنو وقد يوم هركة يحزيتو تكتبوا لي كسهدو علو ميدانو كبعنو تدانو من هاوي بدو بري بوثو شني حاروية بدو كوثاني قاي قولي شو نيدان فاشر إيه إسفيثو دواحو نيدان أمي لا درشمو لترطايو يغالب شافرتو كحزينو كلا هيدي دي بدو كوثاني بدنا فرستاني تأمينا بابينا هيدي ديك مطبوع يعني ميغوتو قاي هاو يومي دانو هانو يوش وليدي تاوي ساقي قاي هاو يومي دانو ميدانو لاوي حافو ميدانو لاتيو حافو بالعكس انو مدفوغنو زايد وليش نوصلي عدو ميغوكم صارش نوع سنشني لناقص جنون ديو يخطو لناقص وقطرو لتيو عمو عم يشرب عمو جيلانو ميقم إشني ميقم مودشني يومي دانو هاوي لتيو ميدان حفات أي هتلاوت بيقامش له هاد وريتي له هاد وريتي هاد بس مشيلات الباب ضمان قديس لانه شان يدعوا لك مشغولي بيقامش له بيوم ايبس له مشغولي بقى وهركز هذا الزد لو لو هاني تدق مشغولي ما تجدونات اللي فيش ذات يوم هذا ما فيش ما تدموش ما خمس موش اللي مشغولي عدوكم منو بالعكس كمانو هاني عدوكم مشغولي سيو لكم نقص لك زيدي بلكي تبعينا بس لكم نقص يا لكم مشغول بو بيتو سيو ومشغل هي سيدي وبابو ديما مشغولي هو سيدي مش كي تركي عليه ما عليه مو طمي قامش له
بابونات في موثثك مشغول سريو نكسك مشغول بس حد بيت لك مشغول سريو يو مردنو يعني او مي قريهو فيني او مي مدينو فيني بوش الشغل مشغول سريو بوش الشغل يعني مي مثل بوش اربع موش لك مشغول سريو هيدا بقدرين بس كيف ما دي تو يعني دو مشغول يبي قام شو لازم نعمل سويت نمنك مشغول سريو غلب يطوبوا ميدانا يعني بيقام شلون مشغول يو بسويتكم مشغول يعني بروبليم لاتيو خطر لاتيو افي فتو عتيق ويوم جبيرين احنا من دوري غلبه بطر اللي مشغولين ولا شو نيدا حرم لنا مولي شو نيدا بس عدو كتن نو شيء دوم مشغولي وفاش كم مشغولي يعني انا عم بغنك ما حسنا وميدتكم ما حسيتكم تبانينو كبعنو كل حسن يوم مشغول سنوي كل حسن يوم بس ميدانو عسقويو جربينا قد قدرينا بس يعني لا تنبورني ايضا خد انه هاني ترى لي مصري او مشغول يو ترى لي ميني او ناقص وليش انه سري او بيقام شلو او بسوريا او بالعراق ها وخاوني ما يقام نو ناقص يعني تبني بقراقوش وبارطلي وبميرجي يمكن كمان لا قراقوش وبارطلي مشغولي وسري او مدن حيو ايش كم مشغولي لي تبني وبيقام شلو وبقبر حيوري وبدكو ثاني مشغولي سري او معربي ايش كم مشغولي داتن لبنان بلكي داخل لبنان بلكي ما قصوا لي شنو بابونا مشغولية بس آخر مركي هنا كان عيمة في لوك لكم بس كيد بيتنا شك مشغولي يعني عمقنك ما حسن عمق بس لا تيو يحطيكو ثاني لو 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 ليت أوقع لو ليت أوقع من الشباب ما إشتي هو كم شغالي مين يقوم لهم شغالي بس كوثر موتور ومقرية وتدوتور هم طبعا مذيال يا ريش كوي يا عزم ومقرية وتو بس هاني كم شغالي سريويو مع عربويو بورويو كتني بورق كم شغالي ما أي أحيانا كتني ما بدينا تحمي ديار بكر ما أورفا ما مردة ما سرت ما ما العزيز ما يقدانو يعني كل يوم ويوم لك مش قولي سريو كل ما دي هزر العكس كده صحيكم مش قولي يعدو سريو يو طبعا مزدنا ما يدي حرينو احنا كنا شيئا وديدا كما حسينا كيتو سنيقوتو بيروحون كتب على موقع موقع انت حرست ايضا عزوتو لو مو بابو لانو كتنا شمي حمص كودي خمس دبريستي بس سيدة جابك اليوم راح تسمع كلام لا بس شلولو احنا وني شيئا يروحون يركز ما مدي حقينه وبين اللي شلون قدرينا موطينا لعلي ماذا قد موطينا ما فكرنا علي ما تامو كانك مترجمي لأنه كل حملة شلون فوق مجبور ولكيو يعني ليبا قصرينا عمي عدلك عيلة شلون يعني خد حاكو سوين بريشو سوين بريشو يعني عقوبة علي ميدانو لاتيو لاتيو يعني لاتيو بارك مو مران سيدنا actually whenever I have discussions about Syrian Orthodox Church I always I mean speak for gender issues because my research topic is also gender issues today after Holy Korobo my sisters in Christ Reva and Desi just came to me and asked one I mean said something the Holy Korobo in India and here it's so different. I said, there is nothing different. See, the girls, they were reading the apostles. Amen. They were so happy. At the same time, I said, it's possible in India as well. Oh, wow. I also love to read it. Why I wanted to speak about this is because is there a possibility that when there is like changes or new things happening, Moran could issue an apostolic bull
in relation with this so that all over the world in Syrian Orthodox Church this could be practically implemented. Thank you. We live in a society. There is culture that we belong to. And as a church, we are always sensitive to that culture. And we behave, we practice our faith based on the culture. Faith is rooted in a culture. It's not abstract. It's not something in the air. So many things we do in church relate really to the culture we live. In India, there is certain culture there that you cannot get out of it. Even here, also, we have to certain things that we do or we don't do because of the culture, not because of the religion. Even some biblical teachings, exhortations were based on culture, for example, covering the head for ladies. St. Paul says that women should pray, should not pray unveiled, they should be veiled, right? But St. Paul said that because he lived in a culture where that was practiced, and those ladies who did not cover their heads were not looked upon as decent and as honest ladies. They were looked upon as, you know, a different way. They were not exactly a model for others. So he says, be careful, you should not do what the others do. Because of that, he introduced this veiling in the church. Still going on, still, because for us, it assumed a different meaning. It has become a sign of respect. For the kurobo, especially for receiving, when receiving communion and so forth. So reading the epistle and the book of Acts was not allowed for women also in our churches here in Syria and in Lebanon and Iraq. A few years ago was not practiced. But there's some evolution here and there's some opening, you know. We are allowing that because we know that in our church there is no discrimination against women. There are certain things that men can do and there are other things that women can do. For that reason, we are encouraging girls and ladies to read when they read. We don't do that every Sunday, by the way. We don't do that every Sunday. But at certain events, certain occasions where we feel it's appropriate, then we allow it. Some old people will come here also and tell us, why are you allowing the girls to read? They will object. Yes, here in Lebanon, in Syria, in Iraq, they will object. But of course, we have to explain to them that what we do is we are not breaking any theological theological dogma, or we are breaking any church law by allowing that. Of course, there are other things that we cannot do. We cannot allow girls to do, or even men to do. For example, going on the altar, even men are not allowed to go on the altar, only those who are ordained. So it has to do with the culture more than anything else. We can issue a bull, a kalpana, telling that allow girls to read, but probably there's going to be a revolution in India if you do that. What do you think? No? People will accept that? Youngsters will accept it. Youngsters, I know. But definitely we need some clarification in this regard. We need to some explanation to be made, and but we there are certain things we have to leave them for this local setting really to be adopted. سيدنا كتير شو لوك شو بده شو لانه ايكو بنصرت
منيو ودورو او ايكو جنطرا يأسو يعني the woman بحكي فوق بيعيتو in church services كيت مدوني يعلم فوق كيبا سي مولن وعلي مولي وصو يملن مت نطرا بينينا احنا كتنا علي موصو غلب مدوني علي موصو كسي مني وعلي ملبي سي مني إعيتو لاتيو أنا ربع شوروني كزام صالينا أبي وبس بيتم قدشو لالويو بيتم بمور قادش هاوي لالو كزام صالينا أبي بس إعيتو وعامويو إعيتو يقارتويو أني الشيبو بيتو كبي سيمي ميدون الغلبة دك قوري لك سيميني ولو بس وفا أني شد لو سيمي يقارتايو لك فيشو لكي يقارف مشي حيثه ودر غقامه هي تربيته ده النعيمة تربيته ده النعيمة غلبة غلبة مهمي وغلبة كلا دوره رابق مش تعيه بحاية بحاية دي دي قارفة وبحاية دي عيته نقد مشغولين على الادمينستريشن وظيفة يعني مدبرونوت ودي عيته اكيد كده ميدوني ليس اني شك سي مني وكونش هي بزدنا قوري يعني ايكو أين عيتو الزخ أصلا لروا البوري في أمريكا فند ريزينج في التيمو تزوزي أني شيك سيميلي ونو نتحزيلي أني شيك قدري سيميلي زدنا علينا زدنا قوري حاجي ميدوني هوفا مكلوني فلان حضري جودي كمي قولي عبري لها يدعي توتي بوريتي بس دكتو حزي أيكو حزيلي بوريتي كيتو بسويد كتوا ها؟ لاتيا وخا بلجيكا بهولندا او بسويسرا ها ريشو دحذو ما هيت ايه لانه كنش يوم يقم مع سري يوم بسويسرا اتي حذو ما هيت ريشو دي هي ذو اتو يو فلقيت ميدي دو قدرو ياتو سيمو او يعلمتو سيمو ما عدا طبعا يكهنو فها وميدي اكيد شوفوا علينا نجيك بشاي الاعلام بعد هايو بس ما دون كل ما يدكو سامي وقورو يتوسكي بس هم اللي بس دي سكدو عنو دو منو ميدي اسبوثو دي نويو دي دو كالتشر يو دي دي مردوثو يو اسبوثو دي مردوثو يو هل وبيتاوك مقبل وكنشياو وقاواوك مقبل وقا يعني قاو يعني مجتمعك مقبل وقا ميدي او لو هانو يشو قولو لاتيو شو قولو دعيتو لا تيوشي أولو دي عيتك مقبله أو لك مقبله دي يستهيو بيها أو يو عدرونيثو ميدوني فلان كي بس سيمو ميدوني غلبة بس كلوزمو وعامو مقبله ميدارو قلت لن نوشي بوريفي هش ميدوني هو خلك ما قبله لا تنيا بلكي دوثي جيل حاف وعلي قيمي يروي ميحل في ميدوني غلبة نقايو ممكن ميدوني هو نكشي قوزي يعني نسو اسمح لي يا ابونا لاتيو ممنوع لاتيو ممنوع نورمال لو يقدر يعني كلوزم تري قريوني هو حاد عمر ليش مش تروح لينو دومر ليش موشو بس غالبا ما نخوكم وتو تري قريوني بعيد وفي وغالبا مهم يوفراكسيس مقري لانه كي بي يلفونو حكي والفميني قريوني لجان لو يلفونو يعني وفراكسيس ويقدرته ومقالين حي والفميني كلوزم قروتني بعيد وفي كله ما نقيسه مقوله ما هو مقرية ليسون فمطي ومركي ولتامو من قيس ماني يا مو آمين يا مو آمين ومارو قريون يزيد اديوما كواحا حور مديدا لتوس اليو آفي حاضر وقيرو ما في قنا من اليوم مركيتا قولاني دميرنكو من اين عمراني ميق مش قولو دو فغرو من تبدي اني هذا عمري من خلف يا ريح وما يعني قروتني وقراي لتوا طول لتوا خايف يعني مفروض هو عصر مش صار حمد فرق قاطمة بكرة من بيلي بس كان شاب مش هدي وما أثر مبريت كولا كبعي بحر القلية فاطر يخطم قارو وحسايو يعني هدي وما لا يبند بناني بس هو خايو كيت ميدوني يعني لو مجبورين انك سيمنا لأنه ما يكتب عمل لأنه لك مغبين فلان ولك مغبين فلان هدي
مقبلينا دي غلبة بدل بد حد حدونه يلو مغبوني دي غلبة مغبوني كو مرحبا ميعي كورا إنا قاي عدو إنا قدونا دوزينا دعران أمسدام مهم يلو أبونا دي دي وحشها بدوثة وانا قريونا إي أغرثو كمونو مشمع مولي إنا قدعنا دعرانا لو بيتي دي قزينا دعرانا لأمستردام زبونا لو أبونا إشاف صدستيو يومسكو شعب وأنا قريونا إياه قارتو ثم اللي سيدنا سمح لي لكيبي مكما سيدنا أكيد أو خالك هو فوضى أو خالك هو بيعيكو لازم أفهميدي وفي محسيو وفاشد لو محسيو لازم سي مفهميدي وحسيو كبير نشايلو فاطريالكو كل الحال كبير سي مبادي دوبا ونو فاطريالكو نواركي بلي ايه نشلي دو في مشكة دوبلو بس بس وقاشد سيوم لبيعي تيدي بلكو حسيو مكليلي هو تيدي يتمسل يعني ويدا أكيد كيتو درغو يعني مناسب نوفا كل حال احنا عدو لان سيعته لطك سيبيعيته محسايو شوية بانوشي مكوني مع المويس المشاة موشي شلو ياتيوينا بصراحة لو خلنا بس عدو كتلان رمحل كتلان كنشيو ميدينا في سبون وقرار ايما يسعتاتك لازم يدبو ميدوني غلبة قدورينا هرقينا من يسعتاتي فاللك بتمانينا وتسيمينا ميدوني شحلو في هركي وتام وكل حروح إلا تيوشافي روطا أوقا شحلو في كلوزم يسومي ميسع مكتبه دي سعتاتي وكلوز مسنات سقال شلو هرقلي مطفو علي ميقمد تحتي بعيد وفيا وكل حاجة دي بسوري Hi, Your Holiness. Yes, George. It's good to see you, first George of all. George from Dubai. Formerly from New Jersey, yeah. America. Your Holiness, I have a question, and I say this out of respect to yourself, to the bishops, the priests, the deacons, the organizing committee and everyone else. I may say this out of being naive or maybe inexperienced in the spiritual life, but from what I've read and what I've learned, I wanted to ask why is it that we're encouraging not the use of guitars and pianos, that's a different discussion altogether, but why we're singing Protestant songs written by Protestants. From what I've read, this goes against orthopraxy, so the practice of orthodoxy. And I feel like now with what's happening in Europe and the United States and all across the world with our youth being influenced by Protestant churches and Jehovah's Witness, I'm hearing now in Sweden, Mormonism and other non-apostolic churches, I just wanted the church's stance on where we are here. Thank you, George. How do we identify something as being Protestant and non-Protestant? Usually, if a song or a text includes Protestant theology, then it's Protestant. If it doesn't include something that goes against our church or the theology that is a Protestant theology, then we cannot say it's a Protestant. It's a foreign hymn, maybe. It's sung by the Protestants, maybe. But when we examine it, we should examine the theology, the word, and look if there is something against our faith. Then we should say, yeah, this we cannot sing it because it's against our faith. But if a song is nice, it's spiritually uplifting, it's easy to learn, and it soothes the heart, brings you closer to God, and doesn't hurt you, doesn't harm you in your faith and in your belonging, then I don't see why we should not sing it. Now, does that mean we should not sing our songs, our hymns? No, absolutely not. We should sing our hymns. We should, our theology to be reflected in our hymns, because that's how our church fathers also spread faith. St. Ephrem, or Ephrem, is the first one to have established choirs of girls singing. But why did he do that? Just so that the girls have a role in the church? No.
his purpose was to spread the true, the Orthodox theology against heretics who were teaching people the teachings against the true faith. So what he did is, was very smart. He taught these girls, and then they would sing that at home, and then their children would hear that. And by doing this, he resisted that. Not only resisted, he fought against foreign teachings in the church. So yes, I agree with you. We should concentrate on our hymns, and we should translate, and we should write hymns. What I would like really to see is either translating directly or composing new hymns based on our Syriac hymnology, Syriac music. This way we preserve the music, but also introduce hymns that are understood by them. Because if you keep teaching them something they do not understand it, yeah, they will be, maybe once and twice, they will like the music, they will go along with it, but then you need something to touch the heart also. So it's better, I agree, it's much better to either teach our hymns or introduce new hymns based on our theology and on our musicology. But I would not brand every song that's not part of our tradition. I will not brand it as Catholic and Protestant. I would rather examine it and see whether it hurts us or not, whether there's something wrong in the wording or not. For example, our people learned a hymn that the Catholics sing. It's about the Virgin Mary, Al-Adra. شو اسمها هي شفيعة شريكة أنت في الفداء شو التسجيلة ما أنا شريكة ما شفيعة شريكة أنت في الفداء you are a partner in salvation that means that's wrong salvation is only through Jesus Christ our Lord Virgin Mary is not part she is part of the plan of God for salvation But salvation happens only through the blood of Christ, our God. So there are certain things like that have to be examined and have to be sorted out. مش غير أنا علاقة لدكتور عدو قلت لي شو ولا إن قد أزخوا السويسرا مش غير لو أم خسية علي سبوتو تعلم الكزن اللي عيطة دبروت يعيط ايضا ايدر بكون فاني وعلو ميدانو من كيبا احنا خط علي ميسايمينا لجن مدعرينا مدعرينا علي ملي عيطة ايضا اكيد بكون شيانو هي حما فونو يكون فانينا علو ميدانو بس لكنا في ميدانو لكنا في تلوزم كل عيطم ديدا بوريكي إيلونوي هو هيركي هو بايبل ستادي يتغلى بعيتوثي لكل عيميدة على ميدانين يتغلى بعيتوثي بس يسلوكو كمصالا كونفتي وعلى ميدان لاتهاج ميميدة وميدان لات يحافو بروبلم لو قد يوم مشاري لو بروبلم مشاري لي يوم يقاموي السريو يقاموي دزن لوريكي كمينة وميدانو لكم محطينا حق عليه لكم من يعني يسوج فيو بس الزنا لوريفي قد قلوية حافي لجن قدري فيشي قدري ثبتي مؤسسي روحية بريدي بو شغله أغلب دفك شغلي كلوزم زنا ثيمي عودو ما تنزو زي لبيتو لاون مورو لناعيمة ثيمي خسرة دي توديتو بخسرة حريتو قلت لنا غلب است we were very conscious لنا غلب رغشي علي امتون ويدو زعينا و دو اسر يو يوتو است فشرو فمس بلان ازانو سملان حضري بعيتو مدر بسيمينا youth organizations دي عيتو سملان حضري وطرح حضري فاشك بقتل عم حدو دي است لو هنك منفعي لو علي لو هنك يعني مستفدة ولو يعيتو است مستفدة مرلي جغاليات نقحت ويوم وزينه بعيته بوريتي جغالياتها ولا 25-30 شكل فزانوا العيته ومعطينا الدكتور زانوا عبرينا مصالينا سلوث درامشو سلوث عصرية كاليوكو هنو تامو كيتو كموشاموشو كيتو كموسوي بيعيته
عبيرين ليدرتو زين لي انت قيرنو كيت قليتو تامو كلام لي تو عليما من ابونا هاني خليكو ضمنيا ومر هو حضروا يا حضر مكو سي بتامو امر مشتاع سكمبيل كوشوت مقحل وشاي وجغارات هانو يفكر نتلو بس طبعا كوي ميدوني حيلين ستيك سيمي مملي وفلان بس بو حضروا لكمل في روحنا وبروبليم ايضا هاني دزن مركي دزن مركي رابي من عمري 25 و 50 سنه ازن تامو يعيتو قال لي او دكتور دزن حزن ثوري ايو دكتور دزن الميدوني اجتماعي شغاليه يو جفادتني حزن حدوذي مقتلي عم حدوذي مفصوح يا عم حدوذي ومصاله نستبيعي بدو وهدف ويشوي لك يسلوك بدون غلبي ويسلوك علي بدكو هاون مولدي بوريتي ومعربو نقد زن العيتو كنطري بعتايد وقدري مصاله نطري بعتايد حزن ملويو نستي خوثو كتي يروح هنا ويوثو فاكو زن تامو كحزن كلاش كحزن ما يدح فين وما يدح دون طري لوا ميعيت إذا المكوم الفلان لك من الفلان ما يدح إذا اللي يعيت لك مستردين ما يدح لو كروزو تقضي عادة كوشمعينا لو سلوثو كوفهمينا لو جغالينا وشكل جل عمينا كوزن كرخي على الدكتور حريتو قدري مولن يسلقو تايد يروحون ويوفو تكبته وكيتو مع الأسف كيتو سكت جروبات كو صيدي على الميدان بما يمحود لك منك وصيدي بمعين حود لك ودنك حزن على ميدان أوقع روحون ويتو لتي وصايين اللي روحون ويتو توخوا احنا محبين أخوك وزنك ميدانك وما عم بني فدي على ميدان كوثك وما عم دي وهلا فيستي ايدر بقدرين ما دارين على ميدانه لتيو ميدك شيفو بس كوزم لن دي عيتيدا كوزم كهني قدري ابن شوق شقليا مع ليمي قدري مجوال يا معلي ما فهم يعني يومين ثالث يدق يعني لو بس ولي شنو ده غالبا يكون يا بوريبيك مشغولي الماني وهولندي وسويدي وفرنسي كيت بس يومين ثالث لازم حينا قد فاز علي مويوت ومجرامي وبشوق الاعمي لو صخر وفيد علينا طبعا لكم انا كنت هناك كل يوم كان لو كنت كون استعدوا حاتي كون علي ما كنت يا وقتها نو بس فازم هوينا مورو لك هنا اذا اكون هم حضرين انا لميدان ودترتي لعنو دومانو كوز موينا مورو للناعي ميدا ببيته يقرته بس يعيته سكوز هو مدرشته دملكو الناعيماني توديته ستي لو بس سريو يسريو مهميو قوو وكلوزر استخدم الفنان يروحو نويته وتوديته تفيشي خليه لازم هو كتوي طبعينا كتوي ناعيمة يعني بوكلت سوف ناعيمة على سبوتت أعليمكم جغولي أبي متكو سيمي أجاباني أو مكبيناني السكتس يعني فرقاني كوثن كو منطنون قالين كو إلفي إيه بيت لوثو أربعو آيات كو إلفي لوزد إلفي إيش محرينو بس منطن كوثو أربعو ميدونك مشغولي أبي كو قدري غلبي أعلى ميدان وعلى ميدان لكو قورنو قالين ومنهم قالين كو مر هوقا قالين كو مر كو مر قادي شيلاتي شغلو لك لازم صالوت ولا قادي شيء وعلى ميدانكم اي دربوا ايكم طق قال زي قولوا شيحكم ليتو غير وسيط حا وسيط حا يعني حابوا بوفلقوا بين الى الله بس حايط كتول وبرنوشو يشو عم شيء وعلى ميدانكم مشغول وخبرك كلابهم قال انه كلاب بيقر طول لكذا من معنى ذلك كذا على قريل يوم قليل اكو زي بتردوا زورا وبتردوا علي معي يهوه وتنسى وقت وسيمستي بحرين السيفات وسين احنا نقى كوسان واحنا لهم موني لالي توت انه شحين مولي لي نقد على ميدان لو مليو يروحون ويت لو مليو ويلفون مشي خويو دوت انا خروي مول محتي مول هون ما ميدون انا جزء بطريه كيتو علي عيتو كيتو مسؤوليه ربطو على كهني على حسايو على الباتريارك وتو على الكولين تعليق قرطوس مسؤوليه ربطو لازم قرطوس هو مورو للناعي ميداك ما هم لو ميدانو لازم منع مثي من طلع العيد ومنع مثي قارن مقلي مصالم ببيته لان شغله غلبه رابو قمينا ان شاء الله الله
ساعدنا قبل 100 سنين. بارخ مار سيدنا، مساء الخير جميعا. شهد من العراق. سيدنا سؤال احنا دائما نسأله لذوي السلطة والنفوذ بالكنيسة. سيدنا بالنسبة لعيد القيامة، متى سيتوحد مع الكنيسة الكاثوليكية؟ سيدنا تعرف احنا بالعراق نعيش اوضاع مو طيبة، فنحتاج دائما ان احنا نكون واحد من يعني تفرقة نهائيا مصالحنا. فتعرف سيدنا احنا بالنسبة لأعداد احنا عانينا من الهجرة، فيعني اللي بقوا أقل بكثير مما سابقا. فبالنسبة لهذا الموضوع نحب نشوف رأي حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا. أول شيء ما في أصحاب سلطة ونفوذ في الكنيسة، في خدام الكنيسة. ثاني شيء هذا موضوع إذا قلت لكم قديم كثير، كم سنة يعني أقصد؟ يعني إذا قلت لكم 1800 سنة، نعم هي مشايلة أبو عربي كوزن فهمه يستوي شو كونه يو لكم ترجمي قيش تامو أبونا لكم ترجمة تامو قيلو مدلق يلا يبكسمنا الأولاد لك فهمه هي أبو عربي لك فهمه هاي دربه ها عندك سماعة أنت؟ نعم؟ إنجليش كمان لك سماعة إنجليش رح نام هون أنا شايف ليلي هذا أوكي دمانة بسرية ترجموت له أوكي وشو لانو غلبي غلبي عاتقه يبيعيته لا تيوحاته شاتو دمه وحمشي بطرمي مشيحه مو وحمشي بطرمي مشيحه وشو قالوا عيدو رابو قيلك معي دينام حدوده ايه زي لكم عدو شبعوتو يقولوا يستيك محوي لشاتو دمه وحمشي هاوي كنوشيو هركة جابينا بوطر ايضا سوريا بين سوريا وعدو في تركيا يعني للعلم حلبت وثاني بمو حمشي هاوي كنش يود من وحدي وعيذو بفصحو سيميلي حا مين قايو تري عيذيو مين قايو تري عيذيو اسبو ثاثي غلبي عسقيو لتلا سيروثو بكاثوليك وارثوذوكس لتلا سيروثو بهيمونوثو بعقيدة له هي سبوثو هنو يودو دو كالنداريو دي رزنامايو بس كل عيتو ما لقلب دربو هو قدرو دعرو بموميداو أوي صعبه وعم إذا مبربز ببريثو كولا ليبن محلفين هركي وطورينا بوريثي محلفين بوربيتون هركي احنا كبعينا احرينا الكبعي احنا ما عيتو ثي قامو يد طبلنو ميدانو ما عيتو ثي قامو يد كتوه لا عيتو ثي احرينا ما حدو تموني شهدو دحدو تموني نافق مكتوب مسند سديد انا زي لا عيتو ثي امراني لان احنا حاضرين دم عيدين اي نحو شابو دبعوتو وحتى حاضرين ثبتينا وعيدوا فيكس يعني سيمينا لي بحمح وشاب ادميس حشاب وقاموي ودا تريد له دان اربع الاثنان بس هاتوا ما برغايو عيتوا تحرين الوراضني ليبن سيمينا يعني موقع ليبن سيمينا ميدا معيدينا هركي بوريكي المعيدينا لقضينا معيدينا تام وهركي المعيدينا ديسا لقضينا ليبن غير مصالينا وطلبينا مالو هي محويلا دربو ميدا بس لا تيوبي دينا قلت هذا زان لو فاتيكان شغلين ابو ميدان عمو بابا دروما زان قبا روس مرة لان روسيا لك مقبل زان قبا روس شغلين عمي حقيقة امي احنا ليبن ليبن سيمينا وميدان ليبن مقبلين وميدان فاتيو بيدينا وميدان ما بيدنا هالشي هذا لو بيدنا احنا كنا من زمان حلينا المشكلة بارك مور موران the question is بارك مور موران here Sliva. Thank you. The question is based on a personal experience of mine. I got married to a Catholic girl and she was born and brought up in Dubai. Hence, she didn't have and still don't have a decent exposure to the language that we use in Malangara, that is Malayalam. She understands Malayalam, she talks, but she can't read.
So after the marriage was fixed, I was tempting her to go to our Syrian Orthodox churches to understand what Syrian Orthodoxy is all about, how our Holy Mass is happening. But one strange incident happened. When the Madbaho got closed in the middle of her Kurbayo, she thought the whole process is over and she went back. So I scolded her very badly, I think you're not doing it properly and all. But later, I understood one particular point that it's because of the language that we use back in Malangara. I don't know whether other country mates are having the very same experience. The language that we use in terms of our prayers, liturgy, etc. are of old school. When it comes to Catholic prayers back there in India, a small kid who is just 5 year or 6 year or 7 year old can easily understand and interpret. So we, since I come from an engineering background, we always believe in a theory called keep it simple and stupid. KISS is what we call in short form. So do you think on a global basis, our church need to intervene into these matters? Because there are certain words that are getting used, even in English translation, I would say it's not commonly used nowadays. So on a global basis, do you think right from the head, you need to intervene into this so that these kind of languages has to be modified, I would say simplified, so that the upcoming children can easily understand and interpret right from the roots, rather than interpreting and going through it again and again? It's difficult to intervene from the top in something that is really local and regional or national even. Take English for example. We have UK, Dr. Philip is here. We have UK, we have United States, we have Canada, we have Australia, New Zealand. They're all using English. Now, the English we are using in our mass mostly goes to a translation that was made the early 19th century. Today, there are many words that have changed, that are not in use anymore. Can we simplify that? Can we change this word? Yes, we can. But that has to happen in the English-speaking countries. Or at least there should be a combined effort from all these countries together to simplify and to update the language, if I may use the word, update the language. In Malankara, similar, it has to be something local there. The church should take upon itself. I know there was a book that was printed very soon, very recently. I don't know what which Malayalam, what kind of Malayalam they use, whether it's old or new. But something like that has to happen there locally, and it's not difficult to do. Every either on the Catholicate level or on diocese level, they can do something, change some words and explain, simplify. But because we have so many languages, it's very difficult for us to do it from the patriarchate. But definitely we are not against simplifying the language. We're not against, I think, but there's something unique in Malayali. The Malayali prayers are very much influenced by Syriac. There's so many Syriac words in them. And if you remove the Syriac words, you have to come up with words that will convey the same meaning, exact meaning, which may not be easy to do. Not only that, I believe even some, even in the local or the non-Christian Malayalis also have gotten some words because of the church, have gotten some Syriac words in their language too. So how do you do that? It needs some effort on the local level. And I would even go further. I would say even it should be also cross-denomination, that the Bible in Malayalam should be approved by all churches and used the same translation should be used. And those who share in the same liturgy, the Syriac liturgy, they also should come together. Syro Malankara, ourselves and others, Martomach, should come together and should try to agree on terms, on certain terms that be used. And
it's not a difficult thing to do, but it needs coordination. آخر سؤال خد. Sorry guys. Barakmar Sayyidna. I'm Fadi from Canada. I work with the youth and I used to work with Abuna Jaz for a long time. And I get questions from the youth about opinions about different issues from our church. So is our church working on providing official opinions on controversial issues, i.e. homosexuality, gay marriage, abortion? Thank you. These are not the only issues. There are many more controversial issues than this. But these are part of them, of course. When I was in New Jersey, we started attempting to answer these questions. We brought some doctors and some professionals, and we asked them to prepare some answers. And I should still have the very brief answers we prepared. Maybe half a page for each. It's nothing, just straight question and answer, really. But no, we are not doing it. We're not doing it. We need to do that. We need to do it by also getting help from the churches that have already done it. We can definitely see what others are doing, and we can do similar thing, or develop our own answers based on, of course, our scriptures and our church teachings. Yes, one more question. Maybe there was someone who wanted. Oh, so many yes. Hands now. No, so many hands. Barak Mar Sayyidna. Maybe one last question, Sayyidna. From and you, I, last question. Sayyidna اسمي سلام من السويد. مثل ما تعرف سيدنا احنا بنمر بظروف صعبة خاصة بالشرق. احنا بالغرب عندنا هم ظروف صعبة من ناحية الثقافة، الإيمان، يعني الهجوم على الكنيسة الآخرية. بالشرق طبعا الاضطهاد نوع آخر. فبالنسبة يعني قاعد يصير عندنا هجرات بشكل جدا ضخم ما صارت تجوز في الأزمنة السابقة. وهالشيء طبعا قاعد يصير تغيير ديموغرافي بشكل مخيف جدا بشرقنا. فالسؤال هو هل نقدر احنا كشعب سرياني دول شوية متمكنة مادياً مثل احنا عايشين بالغرب نقدر نخلق أجواء مثلاً من البنية التحتية نقدر مثلاً نبني مباني حتى نقدر نحاول نشجع الناس الباقية بالشرق أنه تثبت بأرضها يعني لأن إذا نستمر بالحال إذا ما عندنا فد نظرة للمستقبل أنه ثبت المشرقيين بشرقهم بالتالي يعني الكنيسة الجامعة أو الكنيسة عفوا الأم راح تضرر لأن بالغرب إحنا قد نخسر هواية ناس يعني هم ناس تريد تطلع من الشرق حتى تحمي أولاده أولاده قد يضيعون بالغرب يعني شنو رأيكم سيدنا؟ يعطيك العافية يعني أنا بدي أوجعك شوي بالحكي تسمح معلش أنت قاعد بالسويد وعم تحكي تعال تفضل ارجع وساعدنا خلينا نتكلم معلش لا بس انا اقدر اهتمامك بهالموضوع انت عم تريد تحافظ على البقيه اللي بقيت هون وانا معك وعم نحاول نعمل اشياء ده بس انت من برا دائما تقولوا ايش عم تعمل كنيسه وايش عم تعمل بطركيه وما لكم ثقه فينا لدرجه انه حتى اللي يحب يساعدنا هونيك ما تجوا للكنيسه تروحوا تبعتوه عن طريق ناس وتساعدوا ليش طيب؟ نحن عم نحرق حالنا قدام وهذا واجبنا ما مني على حدا قدام شعبنا بس أهلنا جماعتنا بأوروبا وبرا دائما عندهم شك دائما يسألوا إيش عم تعمل كنيسة ما عم تعمل شيء ولما يريدوا يساعدوا كمان يروحوا عن طريق أشخاص وعن طريق ناس تانيين يعني بس أكيد في قدامنا شغل إذا دبعينا طورينا أنه شيء هركي بيرعافي بيرعفه بوافراتك لازم عذرينا نعلو ميدان كوسيمينا ميدتكو قدرينا مثلاً غلبة ميدونة كوسيمينا نه وعراق استي وبسوريا استعدوكو هنا بوتي إعادة إعمار بيوت بالعراق ومتعمري محاتك مبنوي بسوريا شغلوني
أكمل شامن وميدي حاث وكميو فاطر يخو بكوزوين فابريقة شرولويو لو شرولويو أيمن شرولو كتنعدو أربو حمشو فابريقة سملا نحنا وغلبة بسي حيونا أبيونا وغلبة بشبهورو شبهورو ميدان قسمنو لتري ميدوني لأنو كمو هنين وكم حضنو شغلوني لنو شي مدر بيدوث مجدي إذا يدو بيناني مكلو دو بينا معذرونه توقع وادو مودو مع شافو بعدو دار مسوق دار مسوق بوشا مع دو كتنا فابريقا كوسيمينا فرنيتشر ديسكس اند تشيرز كريسي وطبليوتو كوسيمينا لما در شوتو والغير معبدينا اربي حمشي ايبا كتلان فابريقا بوشا مديسا كوسيمينا قالت ويشك وبطانية ومقدة والحيفة وميدونة يوقف مع ودينا أربي حمشي فانيستي قلت لنا عدو فابريقة كوسيمينا ميدونة دو تشيغو ليكويد سوب وديترجن تشيغو دا جولة دو صافون وميدونة يساك لنا أربي حمشي كما عودينا أبي عدوكم حضرينا كوبونينا فابريقة دا درموني هم مفقو درموني يعني فارماسيتيكال كتلان 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 دكتور بوشا مفتح لنا كوسامينا مكلو معودينا حضر حمش حفر نيشي على يموت ونيشي كوتنكو عودي كوميدي معاش كل يرحو كوسامينا مكلو باكج ميلز اوردر يعني اذا انتم شاطرين على الشغلونه يا واحد كويلي مناسبه كطالب مكلو كميسم كوزك مش قادر لي كوسامينا ميدوناني واحنا غلبه كتلان شبهورو بوميدانو فبريقتنا كوزونينا كوسيمينا شرولو يوميدان ولتنا اثنين كبينا ابو ميدان بالعكس قلب في سوقينا ايدي لانه هم حضرينا شغله للنوشي ومفقينا زوزسة قدرينا مسرقينا على النوشي هاي ديمقراطية Sorry. He says he doesn't need money. The problem is with immigration, with migration. People are leaving. But yes, we do need money also. There are so many families that are not able to provide. So we have to provide for them. But how can I answer that? There's nothing I can do. We are trying our best, but where do you live? انت وين عايش هسه بالعراق؟ اي ما تطالع؟ ما مقدم على فيزا على الامم المتحده؟ Good for you. ممتاز. غلبة طوف. اوكي. كمان مش بقول حارو. روحان انهدت؟ ايه اونو نو. هات. بقول حارو يلا. مر. قد ما من جال خو علي سنيق وصدقه هنا. ومش غير عن علي عليموث كمو عليمك زلمي عتيدا كنا نحن يعني سنقوط كهنو سيدنا كمعوانا كوكفينا لن كهنو لا تكون على سلوط قابينا الكوث كهنو حرينو فزانو الجماعات حرينو ما شاء الله يعني كتو مو مات ثلاث مو حمش مو عيلات وبطر مكرازا وكهنو يعني كومر بمن هو كمو يورو قربونه وما شاء الله يعني غلبنا عم غلبه يو بقورش غلبه انا ركيتو انا ركيتو كيتو نوشم حح مثل محاح لك فهم يستريو يعني مجبور دو ما لسه بكر ما نجي لسه ما احنا لابد لابد انه شانك يعني انا لك زي اللي عيتو انا قورش نقلوات الساعة ومر لي يعني مر لي لوابنا ومر لي لن وكمان لو مجلس ده وانا احنا يعني اعلى من الكوتين اللي لقيته لشان شمعينا من كوبي زوزي المن يعني او قربة وانا تروي يعني تاليو تاليو دي لكو بالغلبة دمانا نفوت مورا دمانا فونو افو يونا افو يانو اهديري دراستي اميزا لمينالي
انا شو بالكي لكوبن يعني تريسو يعني وميدانكم وافتكاراتكم من يوم انطلبها بالكي يا سيدنا يا هاتو تويتو ايغاثو لكوهني دامجرستي عشان حالك مجرى على الكلى بيعيد بسريعته يعني وكلى لا تشغله سعودي خلينا نجاوب مجاوبينا بقامته وعملت وميدانو خبرخيو غلبة بدكوثة غلبة لو بس بعيثة ولو بس بمرعيثة ودلمانية مرعيثة وغلبة وخابة بأمريكا هركس تاوخايو بفترة يرخوثة استابو شام هو الميقم يرحو لمينا ومقا بس بذكوري وانشموني استي يعني يرحو يرحو فالقيم باطلة انشموني من الجماعة انشموني كل يذكرين ان علو ماذا بحم صالينا انا لي بس لك مينا اني مارو بس كل اخوة الو محاسلي حاقدر مول في جماعة هوخايا نقا انا غطويلا زحتو مي خسرة دزوزي عطي هيمن وثيدا نشمو زهستويو نقدم هيمنينا الله قم دابر كل ما يدلك فيش عيتايو فاقرتونو قصتو بس انا قد زن بطرزوزي سكرينا ميدون يحطينا غلبة ميدانو يثبوت هذا كلوزم مهروغو بمرعيثو سيدنا اكيد لياجمو ميدانو وكتيو بيتو فحل انسا بمرعيثو لو بس قابي اخو كي توقع ميدوني فهذا يثبوتو قاوانيتو بزم مهروغو بمرعيثو سيدنا وموت ودي مرعيثو مثل ما يدي فسقونا عمكوني ما يدي فسقونا بميدانو هذيك ملقي لي بعيثتك كله بس تضمر لي نقاوتك وزيعينا احنا ميدون ادلت نتام يعني الله الدكتور يعيط اذا نقصته هكا ناقص عصرو يرواديو مع الدقري لان ثلاثة وشموني الله من طلب درب وحرينه من طلب درب وحرينه الكلوز مؤمنة بس ميدانو سيدنا شامع له وكذا عليه ومرعيو بحرين سيلو بس بالمانيا كيتو ميدانو كل دكتور يو ايه تودي سيدنا اللي لفونه يدخلوا كودانو كتخو غلب الشوالي بس I promise if you come next year SYGG we will answer your questions. It's too late. We have our program. Please understand that we have our program. We have a lot of things to do. Otherwise we cannot finish until 1 o'clock. Okay. If you have anything else. Any question, just write it down and promise I will give it to Sayyidina. بس حابب هيك شوي توضيح كمان سيدنا. امبارح مو بس الحماصنه كانوا موجودين، كانوا شباب كلهم. مع ان الحماصنه بلشوها وراحوا الباقيين. لا لا سيدنا لا لا. لا لا سيدنا انا طلعت. اسمع. هي ابونا عم يدافع عنك اسمعوا. لانه انا كنت شاهد عيان سيدنا. انت بلشت؟ لا. طلعت من الكنيسة لأنه سمعت صوت الدربكة، كانوا مجتمعين 50-60 شخص على كل. أول ما طلعت هي عبارة عن 5 دقائق عزفوا، مش الحال تفهموا مع بعضهم. بهالمناسبة سيدنا سلوان اسمعنا كمان، نرحب فيه أهلا وسهلا فيك معنا سيدنا. بس دفاعا عن الإخوالي يعني مو بس الحماس. أي هاي نص حمصي بشاريك عم يدافع. لا نحن بالتاكيد بنحبن، واكيد ما لقلن عم نوجه الحكي بس عم نوجه للكل بشكل عام الحكي هذا. بس احسن دربكات بتجي من حمص يا سيدنا، هاي المشكله. ما عم نشوف دربكات غير مع الحمص. نحن نحبكن كلياتكن ونريدكن تنبسطوا، بس كمان كل شيء بوقته مليح هو. شكرا سيدنا. شكرا سيدنا. اليوم كمان عندنا هيك مناسبة صغيرة. بدي أحكي شغلتين قبل ما ندخل بغير مناسبة في البرامج. شغلتين. أول شيء بدي أعطي توضيح على موضوع دومانو تري خبري على سبوتو دو تلفزيون. اليوم تودي غلبة لو يوسف ولو زكي ما قدمه يموضعون وثو إذاعته مقدمة لي على التلفزيون تودي غلبة مكسل لي كل ميدة وبس كبعنا أنسي مزدنا ميدة احنا وتلفزيونانو سيدنا نفسقونه تسايمين عليه بحضر دهيلا التلفزيون لاتيو فسقونه خافوا عتيقه يبيعيته ميتمونيشني بس نفس قادش تكتوا فسقونه وكتوستي تحرستو او دمينا ترميتو محضرو يعني بروجكت محاضر اي دربو قميس المقاق مكالف وميدا وكل اينا قايح زينا يثبوتو غلبة صعبة وعصبوها
مين عدو لقدر الناس سيدنا بس مين قايو كي توخف سكونه وبثر ميو متاوينو فاتريارخو ديسا ترتينا قد بسندس فولا ريبورت على ميدانو ولا نحن كم حضرينا كو سيمينا وهن محسا يستي دحسن لي ترمي ثاثي بترالفو حمش حصر بوسي قتاوي هارك ترالفو حمش حصر وترالفو اشتحصر سيبو السندس ديسا جغلينا ايبي وسندس دجاتا سيم الله قدش قد يعملان كمو خبري لولان ديتيلز غلبي بس مولان حسايا كل يكون عيبو ميدانو ليت ولو حسيود لكو عيبو ميدانو كل يكون عيبو ميدانو كل يكون عيبي ترميثاتي هن مني بطر الفوتشا عستي موجودني بسنودس وياتي ويني ومشامعي كل ميدا وتلفزيانو كو سيمينا لي احنا العلف السبب غلبي الصويو مهميو جغلينا ايبي ادلا اليوكوليكم جغلينا ايبي اسنيقو ثد كتلن بين على ميدان دي لونويت بين عائلة جاو نويت دي روحون ويثول ويلفون ومشي حيو ليثولوغيا دعيتو لقو لي دعيتو تلسني قوثو ربتو ولي تلفزيون كومو ليسني قوثاتي موقع حزيلا غلبي ولصوية سيمينا فرس حزوت كتيو روحون ويو تكوبي مكلو وشتو يروحون ويو لبرنوشو كمو ليلي أهنيلي كمو ليسني قوثاتي تلفزيونانو يعني لاتيو مقابل دنوشي اليوم قابل تلفزيوني بالعكس احنا كنطرينا وتلفزيونو يعتمد مستقبل مساعده تلفزيوني احنا كمشجعينا وكرحمينا وكبعينا التلفزيونات كتن كل استي قون كل استي هون غلبي عاشيني بميدت كوسيمي لولو زميميد ومعذرون تدكوليزم استك مقدمين النيو بس كل تلفزيون مت كتلن استي كتله حيارته ديده كتله بوليسي ديده سياسه ديده وميدانو نورماليو لاتيو لكمينا قاي كل تلفزيون كتلي سياسة ذي كما لك قران دي سياسة كوبا ما بخالت ناخد احتوال احنا خد عيتو ليبن مدينة مسكينة ايدو بالسياسة ليبن كلنا عم نوشي مقابل نوشي عم دولة مقابل دولة وميدانو لو قدرين السايمين هالي لانو احنا عيتونا عيتو لانو شي كليو لانو ابني ذا كليني وليبا سيموستي بين بوبوتو يعني عداوة عم دولة يا عم نوشي موخة تبعينا دعامة إذن كولي أوضع وفوهم قيكو سيمينو تلفزيونانا لا تيوم قابل في النوشي اللي كبعينا محوينا عن النوشي بالعكس كبعينا معضرينا سلي وكيت مجاد معضرينا رمح البوس اللي يعتدوا فينا قد قدرينا التلفزيونات تتلن كولي محتينا على السهر وحا على الشانل حا كيبن ماخيفينا وطعنو ماخيفينا وطعنو دحرينا سلي ما فك بعينا كل ياخذ مصاروته لو ميدانو هو اللي منفعه هو لو خير لو لو ضرر نوش احنا بعينا وتلفزيون ما ضر نوش سيمينا لي بس احنا بعينا كيت سنيقوت وغلبه نكمم لويو لكو سنيقوتات الا التويت تلفزيون ديعيتو هانو التويت تلفزيون عيتونو يوم وبمو يدحينو لكو وي تبعينا قدم لينا قحيتو محوتو يحبثه وصالوته لترميتاته لجنتويو لشبه دش مدالهم قدشو وليو منفعة الجماعة ولا هذه نقطة قاميته ده الترتيب احنا يعني 40 يوم هركيك وحزتو يسرطوا سيدنا حسيو حنا وحسيو بولس لاجي بينوتينا لأنه احنا قدعيته ثم حسينا ضر الرابو عكتني مرحقي من هنا ثلاثني عمينا اكيد كل ما حتاني صرفها في هركي لجان كل حزوت لدوثن البولي خود مصالوتني وكم صالينا كل حشاب وغلبي من هنا كل يوم مستك مصالنا دالو ما دعرب سلامه طبعين هاتو استي ويدانو محدود ليقول عيني خو مصالوت ولا تري حسياني والكل حد كتو يحطيفو وكل حد كتو مرحقو مبيتي ذي مي قرطي ذي ممديتي ذي ميعيتي ذي لنسبرو الدعاء إلينا بشينو مجربينا بكل دكتور كزانو مجغولينا باسمو ثاثي عمري شوني مدينوي دا الدول يعني عمري شوني دعيتوثو عم مسؤولين دي أمنية ايكو تفوزينا نوشي تبعينا بلكي قدر معضلا هم مجغولينا باسمو ثاثي كو طلبينا معضلونوثو وسبر إذن لفسق لن لقطع لن وسبر إذن اشكت لن سبرو بس طلبينا مالوه خايف اوثن دعري لعيتك بين هاد السد مصالوت واد لليوستي ربح الاستعليني يا فضاله ما تعرف شيء ما بشتوم هاد يومين قد شغلنا
نحن بنصلي دائما سيدنا وولادك يعدوك، نصلي دائما لربنا يحمي المطار المخطوفين وكل المخطوفين ويرجعهم بسلامه لابرشياتن ولكنائسن ولرعيتن. سيدنا اليوم عندنا نطلع من هالجو شوي، نطلع من هالجو. اليوم عندنا مناسبه هيك سعيده، سيدنا داود وابونا اندراوس اليوم ذكرى رسامتهم الكهنوتيه. بس هيك شيء صغير. شاتو بريختو عم يشو، شاتو بريختو عم يشو، شاتو بريختو، شاتو بريختو عم يشو.